Welcome everyone to the session. اهلا بكم جميعا في هذه الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لجاليات المهاجرين. هذه الجلسة الأولى مخصصة لشبكات الجاليات من البيانات إلى الالتزام. قبل أن نبدأ هنالك مفاجأة لكل من ينضم إلينا الآن. سنبدأ بشريط مصور ترحيبي من منظمة دولية للهجرة وحكومة إيرلندا. لذا أنا أطلب الجميع أن تتحلوا بالصبر معنا. أن تستمعوا إلى الشريط المصور وبعد ذلك نبدأ الجلسة. أنا أرى أن هنالك أسئلة في صندوق الدردشة بالنسبة إلى الأوديو. أنا معكم لتزويدكم بكل المعلومات المتعلقة بإدارة هذه الجلسة. أنتم معنا الآن، أطفئوا الكاميرات لأننا سنبدأ بالشريط المصور الترحيبي وبعد ذلك سنبدأ بعد الشريط الترحيبي. الزملاء الكرام، الأصدقاء، الضيوف الكرام، أهلا بكم في قمة العالمية للجاليات 2022. تشدد المنظمة الدولية للهجرة على تنظيم هذا القمة مع حكومة إيرلندا والتزامهما الكبير في جاليات المهاجرين، فهنالك حوالي 17 مليون نسمة من جاليات المهاجرين من إيرلندا. فإن المقاربة الشمولية للحكومة الإيرلندية للهجرة تتماشى تماما مع رؤية المنظمة الدولية للهجرة. لما هذه القمة بلغت الأهمية في هذا الوقت من الزمن؟ منذ المرة الأخيرة التي اجتمع فيها في جنيف في المنظمة الدولية للهجرة وزراء المعنيين في القمة العالمية للجاليات، فقد حصل الكثير من الأمور التي جعلت الجاليات في محور أجندات وخطط التنمية العالمية، وبما في ذلك اعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الجسئة. والاتفاق العالمي للهجرة يقر بضرورة إنشاء الظروف والمساحة لإشراك الجاليات وبالتالي تأمين إطار للعمل، إطار يساعد في بناء علاقات مستدامة وقائمة على الثقة بدلاً من مجرد التذكر في إشراك الجاليات في الدعم عند الحاجة وحسب. وبالإضافة إلى ذلك تلعب الجاليات دوراً أساسياً فيما يتعلق بتمثيل صوت موثوق بالتواصل مع المهاجرين، وهذا يتضمن أيضاً مشاركة المعلومات حول الهجرة الآمنة والمنظمة وفرصها وتسهيل الوصول إلى المساعدات والخدمات، وأيضاً تبليغ المهاجرين بخطورة القيام بالرحلات الخطيرة والإتجار بالأشخاص والتهريب وما إلى ذلك. هذه ليست فقط فرصة لإنقاذ حياة المهاجرين وإنما هي مسؤولية على عاتقنا جميعا. وقد أظهرت الجاليات دورا أساسيا خلال جائحة كوفيد-19، خلالها اعتبر المهاجرون من العمال الأساسيين الذين أمنوا الثغرات في الأطباء والممرضين وحتى في القطاع الزراعي في العالم. والجاليات لعبت أيضا دورا محوريا وتلعب دورا محوريا في الأزمة الأوكرانية الحالية، ليس فقط من خلال توفير الخبرة التقنية بل أيضا الدعم النفسي الاجتماعي مثل الخط الساخن للمنظمة الدولية للهجرة الذي هو متوافر في أوكرانيا بفضل علماء النفس في الجاليات الأوكرانية، وأيضا مساعدة الأشخاص الباقين في أوكرانيا الذين لا يستطيعون المغادرة لأن ليس لديهم الإمكانية لذلك وهم في وضع مستضعف. إن شبكات منظمة الدولية للهجرة الافتراضية هي الوسيلة الوحيدة لتوفيرهم المعلومات للحصول على المساعدة. فلنستغل إذن هذا الاجتماع الذي يمتد على 3 أيام لكي نتشارك الخبرات والدروس المستقاط، والأهم من ذلك لتحديد وسائل ملموسة لتعزيز الشراكة مع الجاليات للاشتراك
استراتيجيا في تطوير السياسات وفي الاستجابة على الأرض. دعونا نحرص على أن الوثيقة التي نهدف إلى إعدادها تستطيع أن تلخص نقاشاتنا والتزاماتنا وتقدمها إلى المنتدى الدولي الأول لاستعراض الهجرة الذي يبعد بضعة أصابيع عنا وحسب. إنها بالفعل فرصة فريدة أمامنا لكي نرفع صوت المهاجرين وندخلها إلى المنتدى الدولي الأول. أتمنى لكم قمة ناجحة ومثمرة، نأمل أن تكون الخطوة الأولى نحو العديد من الخطوات التالية. شكرا لكم. مرحبا وأهلا بكم في دبلن. تفتخر أيرلند لأنه طلب من أيرلندا أن تستضيف إذن القمة العالمية للجاليات 2022 من منظمة دولية للهجرة، فهذه فرصة ممتازة تحدث في ظل للأسف بروز النزاعات وموجات الهجرة والتهديدات العالمية المتناوية خاصة التغير المناخي. وفي مواجهة هذه التحديات تلعب الجاليات الدولية مصدرا أساسيا لتوفير الدراية والمعرفة والخبرة. فمجتمعات الجاليات اختبرت المحن على الصعيد الوطني وفي دول المضيفة، وهذا جعل الجاليات قوية وتتحلى بالمرونة، وهي تتوق إلى أن تساهم مجدداً في الأماكن التي غادرتها هذه الجاليات وأسرها وفي المكان الذي جعلته منزلها الجديد. هنالك قصص وخبرات تشكل حلقات الوصل في تاريخ البشرية عبر الأجيال. وكما نرى اليوم في حالة أوكرانيا، فإن الجاليات الدولية تؤمن الدعم الإنساني والملاذ الأساسي والحاسم للآخرين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم. وأنا أعتقد أن هذا سيشد سلط الضوء على أهمية مساهمة الجاليات العالمية في عالم أكثر ازدهاراً وسلماً. أتمنى لكم كل التوفيق في مناقشتكم خلال الأيام المقبلة. شكراً جزيلاً. الزملاء الكرام، المشاركين المواقرين في القمة العالمية للجاليات 2022، الأصدقاء الكرام، لكل الذين ينضمون إلينا في هذا المكان التاريخي حيث نجتمع بأشخاص من مختلف أنحاء العالم، الأشخاص الذين يهتمون بالترابط بين كل أوجه المجتمع من جاليات المهاجرين الذين لا زالوا يهتمون بالدول والمناطق والمدن والقرى التي أتوا منها. هذه فرصة لكي نحتفي فعلاً بهذا الترابط، وهذه القمة مفتوحة رسمياً ونفتتحها افتراضياً رسمياً في الجلسة الأولى المتعلقة بالأدلة والبيانات. هذه الجلسة تهمني كثيراً. أنا مارينا مونكا وأنا سأتولى تيسير جلسة اليوم بالإضافة إلى عدد من الزملاء والشركاء الموقرين الذين انضموا إليه من مختلف أنحاء العالم لكي نتشارك الخبرات فيما يتعلق بالعمل مع مجموعات الجاليات ودعم تنقل الكائنات البشرية، وهذا أمر أساسي لنا جميعا، وتشارك الآراء حول كيف يمكن لعملنا أن يكون أكثر تأثيراً. نحن نتحدث عن البيانات والأدلة، هذه نقطة بالغة الأهمية، ولكن هذه أساسية لنحرص على أن مقارباتنا ناجحة. أولاً كمضيفة لدي بعض الكلمات لأقولها حول بعض القواعد التنظيمية لهذه الجلسة. هذه الجلسة ستختتم في الوقت المحدد، أي لدينا حتى الساعة 10:40 بالوقت بالتوقيت الإيرلندي، وسيكون هنالك الكثير من النقاشات والحوارات الشيقة التي سنتناولها وأعداد إذن عروض ممتازة. ولكن مجددا أقول علينا أن نحترم بعضنا ونتقيد بالوقت وبالانخراط الدبلوماسي، وأن نحاول أن نستفيد قدر الإمكان من الوقت الذي نمضيه معنا. نحن نتفاعل باللغة الإنجليزية خلال هذه الجلسة، ولكن في أسفل الشاشة يمكنكم أن
أن تختاروا إحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، ولهذا أطلب منكم أن تحترموا عمل المترجمين الفوريين فتتوقعوا الكلام بوضوح وبسرعة مقبولة توخيا للترجمة الفورية لتتمكن فرق الترجمة الفورية من نقل الرسالة بدقتها وروحيتها إلى اللغات المختلفة. إضافة إلى ذلك هذه الجلسة التفاعلية ونحن أعددنا المحتوى الذي نريد أن نتشاركه، ولكن احترموا العالم الافتراضي الذي نتواجد فيه، بمعنى لا تشغلوا الميديا إلا عند وقت أعطائكم الكلمة حتى لا يؤثر ذلك في الصوت وفي الصورة، وطبعا سنعطيكم فرصة لكي تشغلوا مذياعكم أيضا. هذه جلسة تفاعلية، لذا لدينا معنا المتحدثين، ولكن في الوقت نفسه نحن يهمنا أن نستمع إلى آرائكم أنتم. إذا ما كنتم تريدون مشاركتنا أي شيء فيما يتعلق بهذا الموضوع يمكنكم أن تتواصلوا معنا في صندوق الدردشة الشات، وأنا أرى أن ذلك سار الآن. ضعوا الأسئلة في صندوق الدردشة سنطلع عليها، وسأحرص قدر الإمكان على أننا نستجيب لكل الأسئلة التي تدرجونها وربما نعطيكم الأجوبة أو الحلول لاحقا. إضافة إلى صندوق الدردشة، إذا أردتم أن تقوموا بمداخلة شفوية نطلب منكم أن ترفعوا اليد. آمل أن يعي الجميع طريقة رفع اليد في زر الرياكشنز لرفع اليد raise hand من دون صرف المزيد من الوقت على البيئة التقنية. دعونا ننتقل إلى محتوى الجلسة، ويسرني فعلا أن أتى ولدي سير هذه الجلسة التي تتعلق بالشبكات الجاليات من البيانات إلى الانخراط. كما ذكرت في بداية الجلسة، البيانات كانت دائما نقطة شغفي، وهذا أمر بدأت العمل عليه في العام 2004 عندما انضممت إلى المنظمة الدولية للهجرة. ومنذ ذلك الحين وموضوع البيانات هو محور اهتمامي فيما يتعلق بتنقل اليد العاملة، ونحن إذا نتحدث عن موضوع البيانات في مجال انخراط الجاليات مع المجتمعات المضيفة. كان هنالك الكثير من المبادرات التي أطلقت والتي تتعلق بالجاليات وكيفية فهم تركيبتها بشكل أفضل وواقعها، ولكن فيما نحن نمضي قدما علينا أن نعي أيضا التغييرات التحويلية التي تحدث في مجتمعاتنا، وأنا أشير إلى الرقمنة ووفرة البيانات الجديدة المتوافرة على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. وفي الجلسة اليوم سوف نتحدث قليلا عن خبرات استخراج البيانات من المصادر الجديدة غير التقليدية، ولكن لا يتعلق الأمر بالأساليب الإحصائية. أعددنا المحتوى اليوم وهو يتخطى المنهجية، مع أننا سنولي بعض الاهتمام للمنهجية، ولكن الاهتمام الأكبر سيكون للسؤال لماذا وإن يكون. فجمع البيانات أمر مختلف عن طريقة استخدام هذه البيانات والمعلومات لكي تحدث أثراً أقوى وفي الهدف الذي نحدده لأنفسنا، ألا وهو الانخراط بشكل أفضل مع الجاليات الدولية. بإيجاز سأقول لكم عن كيفية تنظيم الجلسة. معنا اليوم إذن حكومة الجبل الأسود وحكومة أرمينيا لترأس هذه الجلسة، ومعنا ممثلين مميزين من الدولتين سيبدأان كرئيسين مشتركين لهذه الجلسة بالكلمة الافتتاحية، وبعد ذلك كلمات رئيسية من الزملاء الذين عملوا معنا. وهذه الجلسة هي خاصة لأنها تطلق المنهجية الجديدة وحزمة الأدوات الجديدة التي طورتها منظمة الدولية للهجرة حول طريقة إجراء دراسات ووضع خرائط بالجاليات. هذا عمل أنجز خلال السنوات الأخيرة، وأنا متأكدة من أن المتحدثة الرئيسة سوف تقدم لنا هذه الأداة، وبعد ذلك سأتحدث عن إذن الجاليات ونعطي الكلمة لعدد من
الزملاء، وأخيرا سنختم بجلسة تفاعل أسئلة وأجوبة. أنتقل الآن إلى المتحدثين الذين انضموا إلينا الآن، والفصحى الأولى في جلستنا اليوم هي للزميل أو الزملاء من دولة الجبل الأسود ميريتا داروزبيتش، وهي مستشارة مستقلة في مجال إدارة الجاليات في الجبل الأسود. ميليسا، يسرنا أن تكوني معنا اليوم، وأنا ممتنة لخبرتك وأتوق للاستماع لما ستشاركين إياه اليوم، وكل الجهود التي قامت بها وكانت تقوم بها حكومة الجبل الأسود ما تساهمين به أنت في هذا العمل. يسرني أن أرى أنه بناء على خبرتك وخبرتكم أنتم تشاركون في عملية عدد من المبادرات التي تسعى إلى إذن التفاعل بشكل أفضل مع الجاليات، ونود أن نستمع إلى خبرتك من خلفيتك فهي مثيرة جدا للاهتمام. الكلمة لك، بضع الكلمات لتقديم عمل حكومتك، وكيف أن ذلك هو ذات الصلة مع أهداف القمة العالمية للجاليات. أعطيك الكلمة، تفضلي. شكراً مهرين على هذه المقدمة الممتازة. المشاركون الكرام، أولاً بالنيابة عن إدارة الجاليات في الجبل الأسود أود أن أرحب بكم بحفاوة، فإن العلاقة التي تقوم بها كل دولة بما في ذلك الجبل الأسود وتبنيه مع جاليات المغتربين أساسية، وهذا يتطلب أن نفكر معا في كيفية الحفاظ على فرادة هذه العلاقة وأي مشاريع يجب تطبيقها للجمع بين القدرات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وجاليات المغتربين والمهاجرين. الجاليات توفر الكثير وتتوقع الكثير، هنالك إذن توقعات كثيرة، ولكن في الجيل الأول لا يكون هنالك توقعات كبيرة، ولكن مع الجيل الثاني والثالث يكون هنالك إذن فقدان للرابط ما لم يكن هنالك مشاريع وبرنامج ومقاربة معينة لربطهم بالبلد الأم. وبالنسبة إلى التعاون مع الجاليات، وأعطت دولة الجبل الأسود هذا الموضوع الأولوية القصوى، واعترفت بضرورة وضع تنظيمات مضطردة لتنظيم العلاقات مع الجاليات في الدول المستقطبة. ومسألة التعاون مع الجاليات من أولويات الحكومة، وبذلك سنت قانونا منفصلا يسن القوانين وطريقة التعاون مع الجاليات بالتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العليا في الدول الأخرى. هذا كان القانون الأول في هذا المجال، اعتمد في العام 2015، وحول الحلول والتجارب من الدول التي تستخدم كميات كبيرة من الجاليات، مع أن طبعا الجاليات بطبيعتها أكثر تعقيدا. والجبل الأسود لطالما اعتبر أن ضرورة توفير البيانات حول الجاليات في العالم أساسية، فجاليات الجبل الأسود متناثرة في كل أنحاء العالم، والتركيبة غير متجانسة مما يزيد من تعقيد إمكانية الحصول على معلومات دقيقة حول عدد المهاجرين المغتربين. ولتوفير أجوبة مؤاتية لهذا السؤال، قامت أو أعطيت إدارة الجاليات في الجبل الأسود بمهمة إذن توفير البيانات، وهذا يتيح لنا أن نعرف ما هي طبيعة جالياتنا، أعداد المغتربين، بين القدرات المهنية وغيره، وتركز في دول معينة وفي مناطق محددة. وأيضا أطلقنا سجل الجاليات، وهو من السجلات للمهاجرين المغتربين الذي يضع أسئلة، ومن أجوبتها نستطيع أن نحدد أنماط التعقد أو المواصفات المعقدة لجالياتنا، ومن هنا ضرورة تطبيق وتطوير إذن العلاقات بين الجاليات والبلد الأم. وهذه الأدوات تستطيع أن
تحدد لنا ما هي المصادر المختلفة المتاحة لمجتمعات الجاليات وما هي إمكانيات مساهماتها في تطوير البلد الأم. والجدير بالذكر أن هذا التطبيق هو نتيجة تعاون بين إدارة الجاليات وإدارة الجاليات التي تتوفر في مسدونيا والتي تدير عملية التطبيق. ولتوفير قاعدة بيانات أكثر تطويرا طورنا برنامجا خاصا لتسجيل منظمات الجاليات، وكان ذلك قبل بضع سنوات. كما أننا بدأنا بإطلاق عدد من قواعد البيانات حول العمال في مجال الرياضة والأعمال والصحة، وذلك يؤمن معلومات أساسية حول هذه المجموعات ويسهل التفاعل معهم. وقواعد البيانات تحدث بشكل متواصل، ووحدها إدارة الجاليات تستطيع الوصول إليها وتتيح تبادل المعلومات والتشبيك والعمل على مشاريع معينة. وهذه البيانات تستغل من خلال العمل المتسق بين الهيئات والمؤسسات ذات الصلة على الأرض التي تملك المعلومات، ومكاتب القنصليات والسفارات، والمعلومات التي نحصل عليها من الجمعيات والأفراد من جاليات المغتربين. وأردت أن أركز خصوصاً فيما يتعلق بالبرنامج التنموي للحكومة بالتعاون مع الجاليات. هي برامج تخضع لشبكة تطوير الجاليات والتي أطلقت العام الماضي، والفكرة هي أنها من خلال مشروع شبكة تطوير الجاليات العالمية نصنع أو نكون مجموعات مواضيع من المجالات المختلفة تربط بين أفراد ومؤسسات ومنظمات من دول المصدر ومن الجاليات. وشأن أيضا نوادي العلمية ونوادي الأعمال التي تجمع الأشخاص الذين كسبوا خبرة من مختلف أنحاء العالم والموهوبين والذين يؤمنون قدرة لا تنفد للمجتمع ككل. نظرا لحجم جاليات مغتربين من الجبل الأسود، فالتحدي الأساسي هو إقامة ربط مباشر مع هؤلاء. وخبرتنا أظهرت أن معظم أفراد الجاليات ليسوا منخرطين في أعمال المنظمات والجماعيات العاملة في بلد الوصول، وهذا أمر متوقع نظرا للمسافة التي تفصل بين المدن وأماكن إقامة الجاليات. وتطوير الوسائل الاتصال معهم كان من الأولويات، ومواصلة الاتصال وأن يكون هنالك حضور للجاليات المغتربين في مجتمع الجبل الأسود. إذن هي من أولوياتنا لتعزيز هذا التعاون مع المؤسسات والمنظمات والأفراد بشكل مباشر وبأكثر طريقة فعالة وسهولة، وهذه إذن من أولويات الحكومة. بالإضافة إلى مواصلة التواصل، فإن هذا المشروع سيمكن التعاون بين الجاليات فيما بينها، وهذا أيضا من فوائد المشاركة الفاعلة للجاليات في برنامجنا. وأن التجربة الغنية للجاليات التي طوروها في الدول المضيفة هي لا تقدر بثمن، وأن إنشاء هيئة دائمة للجاليات تربط بين مؤسسات البلد الأم ومؤسسات جمع البيانات وتنظيم المنتديات والحلقات الدراسية لتعزيز التعاون، الذي قد يؤمن الفوائد للمجتمع ككل ولجاليات المغتربين. وبواسطة هذا النظام نحرص على توافر الجاليات والتواصل معهم بشكل دائم، وهذا يعني تخطي إذن العقبات اللغوية والحدودية والجغرافية وغيرها. أخيرا، فإن إدماج كل القدرات المتوافرة لدى الجاليات في تطوير المجتمعات هو أساس، وأيضا إقامة رابط وثيق مع الأجيال المستقبلية هذا من الأولويات لانخراط حكومتنا. وهذا العام بالغ الأهمية في الدول التي هي في طور التطور ولتطوير مجتمعات بناء على أسس الدول المتقدمة. ووجدت الجبل
الهلال الأسود أن هنالك مشاريع وطنية تجعل الجاليات من المغتربين الشركاء في المقدمة أو شركاء الصف الأول، وخاصة مع التفاعل بشكل فعال مع مجموعات الجاليات والحكومات المحلية والحكومات الوطنية وأيضا كل الأفراد والأشخاص المهتمين، وأيضا تعزيز التواصل مع الشركاء من المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم. والهدف من كون ذلك مواصلة تأمين تواجد الجاليات الفعال عذراً ميليسا، أحدهم شغل الميديا وبالتالي قاطعك، ولكن تفضلي بالمواصلة. شكراً، شكراً مارينا. عذراً مارينا، أنا انتهيت. هذا لهذا أنا طلبت من الجميع عدم تشغيل الميديا، لأن السيدة التي قاطعتك منعتنا من سماع نهاية كلمتك. شكراً مجدداً، أكرر أن تنتبهوا جميعاً للميديا فلا تشغلوها فيما كان أحدهم يتناول الكلمة. شكراً مجدداً ميليسا، فاستمعت بحذر لما قلت. ومن الرسالة الأساسية التي سمعتها أنا كشخص عامل أيضاً على إنجاح الانخراط الجالي المهاجرين، أظن أن إشارتك إلى التوقعات غير المحققة هو أمر علينا أن نتوخى الحذر بأمره، وعلينا أن نكرر هذه الرسالة طوال القمة، ليس فقط خلال هذه الجلسة المتعلقة بالبيانات، إذ أنه من المهم جدا لنا عندما نبدأ بالانخراط مع البيانات. هذه ليست هيكليات منظمة، بل أفراد وأشخاص لديهم عائلاتهم، لديهم جمعيات مختلفة وغيره، وبالتالي يريدون أن يكون هنالك اشتراك والتزام واستمرار وتواصل، ولكن قد يكون هنالك مبادرة توفر هذا الترابط وهذا التواصل. نعم، أعيد التأكيد على هذه الكلمة، والمثير للاهتمام بأنك أشرت إلى قواعد البيانات والتركيز على قطاعات محددة واختصاصات محددة ومجموعات معينة من الأفراد، وهذا أمر حاسم، وأيضا استغلال التكنولوجيات المعاصرة. تحدثت عن طرق لجمع البيانات، هذه تجربة غنية جدا. شكرا جزيلا على مداخلتك وعلى كلمتك. شكرا جزيلا. إذن حكومة أرمينيا ممثلة من طرف نيكولاس، وهو يعتبر المستشار الرئيسي لشؤون الجالية. لقد سمعت الإسبانية، المرجو الانتباه. إذن فهو المستشار للمفوضية السامية لشؤون الجاليات، وهو يعمل في مجال الأبحاث مع الجامعة المفتوحة، وبالتالي فهو يتوفر على تجربة في مجال الهجرة. فمنذ 2020 فإنه إلى غاية 2020 كان في بروكسل، وقد عمل في الجزء المتعلق بالجالية خارج أرمينيا، فهو الآن يعمل كمستشار لحكومته في هذا المجال. وقد عمل كثيرا في قضايا متعلقة بالمجتمع المدني، وأيضا لديه تجربة عالية في مجال تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بمختلف شبكات المجتمع المدني. وتجربتك نيكولاس تعتبر غنية، وبما في مع العمل الذي تقوم به أرمينيا في هذا الإطار المرجو. فنقدم لكم الكلمة الآن ونحن كلنا آذان صاغية. شكرا جزيلا سيدتي. وإنني ممتن لمنظمة الهجرة العالمية، وأشكركم على مبادرة هذه القمة.
ذلك يذكرني بما علينا أن نتعلمه من بعضنا البعض، وكيف يمكن أن يكون تبادل المعلومات مسألة مهمة جدا. قبل أن ندخل في الموضوع أود أن أساعدكم أن تحددوا موقع أرمينيا إن كنتم لن تذهبوا لها بعد، وجاليتها، وكذلك المفوضية السامية لشؤون الجالية. وسأعطي بعض الكلمات حول تجربتنا ومعطياتنا والتزاماتنا، وأشير إلى بعض التحديات التي نواجهها. وأرمينيا هي بلد صغير، وهي طبعا تتوفر على ساكنة قدرها 3 ملايين، ولكن الأرمينيين الذين يعيشون خارج أرمينيا فهم 3 إلى 4 مرات عدد ساكنتها، أي حوالي 7 إلى 10 ملايين. وهكذا فإن هذه الجالية موجودة في كافة القارات، في كما أشارت إلى ذلك السيدة من الجبل الأسود، الأرمينيين في روسيا، في الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، إيران، الولايات المتحدة، أوروبا، باقي الأمريكيتان وأستراليا. وهناك أيضا مسألة خاصة بالنسبة للشتات والجالية، هو أنها قد بدأت منذ 70 سنة، وكانت أرمينيا جزء من الاتحاد السوفيتي، فإن الجالية في الاتحاد السوفيتي كانت واسعة بشكل كبير، وبالتالي هذه العلاقة بدأت عندما أصبحت أرمينيا بلدا مستقلا سنة 1991. فهناك بعض المعطيات التي يجب أن نأخذها بالاعتبار عندما ننظر إلى أرمينيا وتعاملها مع الجالية. في بداية هذه الجمهورية فقد تم تقديم، فالجالية قد تمت دعما كبيرا للبلاد، وبالتالي كان هناك فقط الناس الذين يسافرون ويهاجرون إلى البلد. ومع مرور السنوات وبسبب الصعوبات كانت هناك الهجرة عندئذ، فقد ارتفعت نسبة الجالية لعدة سنوات، وبالتالي فقد فمثلا فإن المطار فهو في ملكية جالية في الأرجنتين، وفإن أرمينيا لديها صناعة كبيرة انطلقت من إيطاليا، سويسرا، وكاليفورنيا والأرجنتين، فهي يمكن أن تنافس. وأنا أشجعكم على أن تجربوا إنتاجها. ثم هناك صناعة الاتصالات والمعلومات، هي أيضا منتشرة في العالم أيضا. ومن بين وبالإضافة هذه النجاحات فإن البلد يبقى مع ذلك بلدا ذو دخل متوسط، ولم تستعمل الإمكانيات الكاملة للجالية. ولدينا برامج لكي نيسر إعادة الإدماج، لكي نشجع الجالية التي تعود لتعمل في مختلف الوزارات، فلدينا ونساعد بلدان ذات المشاكل كلبنان والآن أوكرانيا مثلا. وبالتالي فقد بدأنا بالكثير من البرامج المتعلقة بالشباب الذين هم من الجالية، ومن تالي فإن كل ذلك يعتبر مهما لكي يساعدنا على أن ننجز هذه البرامج، لكن ذلك يساعدنا في تفعيل استراتيجيتنا وأهدافنا. عندما يتعلق الأمر باستراتيجية فإنني لن أفصل في ذلك الأمر، ولكن الأمر يتعلق أو يهم مثلا رفع برامج العودة إلى أرمينيا، وكذلك المساهمة في أرمينيا في شكل أعمال واستثمارات ومشاريع، وكذلك مشاريع متعلقة ب الإعانات. فنحن يجب أولا أن نضع مؤشرات مهمة لهذا الغرض، وهذه ليست مسألة سهلة. مثلا فنحن نعلم على أن حوالي 10,000 من الأرمينيين يطلبون الجنسية، ولكن ليس لدينا عدد أولئك الذين يعودون لديهم الجنسية الأرمينية، ولكن هناك الكثيرين الذين هم مسجونين في هذا الإطار. أما بالنسبة للتحول
التحويلات المالية فهي متوفرة، فهي تصل إلى حوالي مليارين من عملتنا، وهذا يشكل 5% من الدخل الإجمالي القومي لأرمينيا. أما بالنسبة للاستثمارات الواردة أو المشاريع الأخرى التطوعية فليس من السهل أن نحسبها، ولم يتم احتسابها بعد من حيث كمية. وأخيرا نحن نحتاج لوضع مؤشرات لكي نقيس مساهمة أجريتنا فيما يتعلق بالرأسمال الغير اقتصادي أي الرأسمال الاجتماعي وما إلى ذلك، وبالتالي فإن لدينا جالية تأتي من كافة العالم والتي تساهم في ربط أرمينيا من الناحية الثقافية، وهذه المؤشرات تعتبر مهمة لكي نقيس مساهمة الجالية في تطوير البلاد من كافة الأنحاء، وكذلك لتفعيل وتصحيح السياسات. أتمنى أن تكون الأمور واضحة، وهو عمل ساري. أما فيما يتعلق بقياس إمكانيات الجالية فنحن نقيس تأثير الجالية من خلال قياس إمكانياتها، أي ما هو الكم الذي يمكن أن نعبه ونحشده. وبالتالي هناك بعض الأبحاث وهناك بعض الدراسات القليلة من ناحية الكمية، فقد كانت هذه الدراسات نوعا ما مشتتة. وبالنسبة لي هناك دراسة قامت بها منظمة الهجرة العالمية، فهي حاولت أن تستخرج معلومات حول الناس ذوي الخلفية الأرمينية من خلال المعطيات الكبرى، وقد حددت مدى تركز الأرمينيين من حيث الجغرافية، وما هي المنظمات وما هي المهن التي يعملون فيها. وباستعمال هذه المعطيات والبيانات يمكن نوجه مجهوداتنا من حيث التعامل مع بعض المشارب الاقتصادية بعينها أو بعض الأماكن بعينها. وكذلك هناك مبادرة التي بدأناها في مفوضيتنا سامية للجالية، وذلك لتحديد الأرمينيين الذين يمكن لهم أن يساهموا في تطوير وتنمية البلاد. هذا العمل لا زال قيد الإنجاز، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتحديات المتعلقة بطريقة استغلال هذه المعلومات والتواصل مع الناس المناسبين ومساعدتهم في التعامل، ومكتبنا قد عمل عدة سنوات، فقد كانت هذه المفوضية وزارة من قبل، وقد عملنا مع الأفراد الذين يعملون بشكل أساسي لمساعدة المجتمعات من الجاليات من أجل تحفيزهم وكذلك الزيادة من ارتباطهم بالبلاد وتمرير ذلك للجاليات المستقبلية. فنحن نود أن نقول على أن هناك تحديات فيما يتعلق بتحيين وتأيين المعلومات، ثم هناك أيضا تحدي آخر هو جودة هذه المعلومات. كيف يمكن أن نتأكد من أن نتحدث مع الناس المناسبين لكي يكون لدينا تأثير أكثر؟ لقد حاولت أن ألخص تجربتنا قدر الإمكان، وبالتالي المستعد لكي أتعلم من زملائنا وكذلك الاستماع لمكلا وباقي المشاركين علاقة بهذا الموضوع. إذا كانت لدي دقيقة أود أن أقدم تعليق في ختام هذه الكلمة. أود أن أقول على أن الجالية هي جد مركبة، ومن الصعب أن نمثلهم في هيئة واحدة، وبالتالي فإن المعطيات الكمية يجب أن يتم استكمالها بنوع من الجودة، أن نفهم هذه الجالية كيف تنظر إلى نفسها وكيف يمكن أن نحفزها. وبالتالي أشكركم شكرا جزيلا على انتباهكم، معذرة لأن الصوت كان منخفضا جدا.
حسناً نيكولاس، وبالنسبة للاستماع لتجربة جمع المعطيات والتجارب، يمكن أن نلاحظ على أن هذا نوع من الإبداع فيما يتعلق بالعمل الذي عملنا عليه من أجل تحديد المجالات أو الأماكن التي توجد فيها جالية ذات خلفية معينة، مثلاً جالية من الناحية العلمية حيث يسكنون، ولذلك من أجل رفع من جودة استقطابهم. وقد أعجبتني طريقة تقديم بلدك، بلدك جميل جدا، فقد كنت هناك، ففي كل مكان تذهب إليه فيمكن أن تلاحظ أن هناك تأثير للجالية ومدى التزامها، ولقد ذكرتم المطار وهناك الطرق التي تبنى وما إلى ذلك. فهذه شهادة على أهمية شهادة منا نحن الذي نأتي من جانب الحكومة لكي نيسر استقطاب هؤلاء ومشاركتهم في السياسات وفي القوانين، وكل ذلك يعتبر وسائل مهمة لكي تساعد، وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات ومشاطرتها. تجربة رائعة ونشكرك شكرا جزيلا على مشاطرتنا ذلك هنا. كمان الأسئلة يمكن أن تطرح فيما يتعلق بجودة المعطيات، لقد ركزتم أيضا على المؤشرات عندما تتحدث عن المعطيات والبيانات، فما يهم هو أن نقيس الأمور ونقوم بالتعلم منها، وهذه مسائل مهمة جدا. ونتمنى من السيدة ميكيلا لديها الأجوبة على كل هذه المعطيات، فالموضوع مهم جدا. لقد عملت مع ميكيلا لعدة سنوات ونحن نثق في تقييمكم كلما تحدثتم عن المعطيات المتعلقة بالجاليات، وبالتالي فهي تعمل في عدة مبادرات من حيث إنجاز دراسات المتعلقة بالجالية مع مختلف المنظمات. ميكيلا ذانوري لك الكلمة، فهذا الموضوع مهم جدا من حيث نتعلق بمسألة مشاركة واستقطاب هذه الجالية. شكرا جزيلا على تقديمك الرائع، وأود أن أشكرك على إعطائي الفرصة لأتحدث معكم اليوم. لقد طلب مني أن أقدم مقاربة نوعا ما مبتكرة فيما يتعلق هذه المعطيات، ولكنني سأقوم بما هو أهم في هذا الإطار، وسأقوم بمشاطرتكم لشاشتي، وأتمنى أن يتم ذلك لكي أقدم مداخلتي على شاشة كما قدمت ذلك لكم سيدة أرينا. فإنني أعمل في جامعة الأمم المتحدة ميريتس، فهي تابعة لمنظومة الأمم المتحدة. في العقد الأخير كانت لدي الفرصة لكي أعمل مع صانعي السياسات ومع الحكومات على جانبين، مسألة تحديد سياسات إشراك الجالية، وأيضا ترجمة العلوم والمعطيات والأدلة إلى السياسات وإلى برامج. فإن المعطيات والبيانات تعتبر مهمة جدا، ولكن الأمر الثاني عندما لاحظت أن كانت لدي الفرصة اليوم لكي أتحدث عن شغفي وهي المعطيات وكذلك الشركات. على غرار باقي الشركاء، فإنني كنت دائما أجاهد كثيرا لأحدد بقدر المشاركة، وبالتالي فالكثيرون منا يعرفون هذه المسألة، فإن ذلك يشبه تلك الأزهار الأولى التي تظهر في الربيع، فهذا يعطي ألوانا مثلا كاللون الأصفر ما إلى ذلك، ولكن قد يصعب علينا أن ندمج في طبيعتنا. فالأمور التي نقدرها كثيرا وما نراه في الشاشة فهي صورة نراها دائما عندما نتحدث عن الجاليات. يمكن أن نرى تلك البذرة والتي حيث أن
الهواء يمكن أن يأخذ هذه البذرة ويشتتها في كافة أنحاء العالم. ولذلك يمكن أن نتحدث عن هذه النبتة كإحدى الرموز. وهذه المسألة قد تكون مساعدة لنا بالنسبة لنا كواضعين لسياسات إشراك الجالية لكي نبقي على هذه الصورة المجازية عندما نفكر. فإن الذين يقومون بالبستنة عليهم أن يجدوا طريقة دعم الأرض لكي تصبح منتجة على المدى البعيد. يجب أن تكون لديهم نظرة استراتيجية على المدى البعيد، والمعطيات والبيانات تعتبر مهمة من خلال استراتيجية البستنة هذه. فإننا يجب أن نعرف ما هي الأمور التي تنمو وما هي الظروف التي يمكن لبعض النباتات أن تنتعش وبعضها لا يمكن أن ينتعش بنفس المستوى. فإن عالم الجالية هو مشابه لعالم الطبيعة. نحن نحتاج للبيانات لكي نعلم من هم أعضاء هذه الجالية، ما هي تجربة هؤلاء، ما هي مصادر هويتهم، ما هي الأمور التي تحفزهم، ما هي العراقيل التي يواجهونها، ما هي الموارد التي يمكن أن يشاركوا فيها بالنسبة للتنمية في بلد المنشأ وبلد الإقامة. فعلى غرار هذه النباتات فإن الجالية تواجه تحديات، وهي أن نفهم كيف يمكن أن نتدخل لكي نزرع في هذه البيئة التي تساعد الجالية في أن تنمو. فدورنا ليس أن نقدم ذلك الدعم المباشر، ولكن إزالة تلك العراقيل أمام هذا النمو. وما يمكن للبيانات أن تقدمه لنا هو أن نفهم طبيعة جالياتنا، من موجود فيهم الذي يحفزها، وما هي الظروف التي تساعد هذه الجالية على أن تنمو وأن تزدهر. كأكاديمية فإن لدي ميزة، هو أنني يمكن أن أدفع إلى تفكير خارج الإطار المحصور. وقد تم وضع هذا الجزء من خلال الانتقال من البيانات إلى مشاركة هذه الجالية. ويمكن أن أقول هنا على أنه من الجيد أن ننظر إلى البيانات كوسيلة لكي نعزز مشاركة الجالية بشكل مستديم. يمكن أن نجعل البيانات كوسيلة لكي نخلق فرص لكي نتفاعل مع الجاليات لكي نبني التواصل والثقة، وبالتالي من أجل إنارة تلك السياسات الأفضل على المدى البعيد، وكذلك تعطينا أساسا للحوار. وكما تم ذكر ذلك من قبل، فإن كانت لدي الفرصة لكي أشارك في وسيلتي أو علبة أدوات وضع خارطة للجاليات. من بين الأمور التي توجد في هذه الوسيلة هو أن نلاحظ أن هناك عدة بيانات وأن هناك تفاعل على المدى اليومي. يمكن أن نولد بيانات يمكن أن تعطينا أو توجه إشراكا على المدى البعيد للجاليات. يمكن أن نستعمل الأبحاث ومن خلالها أن نجد تلك الموارد التي يمكن أن تساعدنا من أجل إعطائنا بعض البيانات التي توضح لنا تجربة الجالية. ولكن هنا هو أن الأمور أصبحت أصعب مما كان الأمر من قبل. لماذا؟ لأن البيانات ليست متساوية، فنحن نحتاج المساعدة لكي نحدد البيانات الجيدة والقوية، ونساعد المساعدة من أجل بناء منظومات ووسائل وأدوات لكي يمكننا أن نولد تلك البيانات ذات الجودة العالية. فلعل علبة الأدوات هذه لوضع خريطة الجالية، فإن ذلك يساعدنا على أن تكون لدينا علاقة أفضل مع الجالية، ونبدأ أن نجمع هذه البيانات بشكل منتظم لاستعمال الوسائل والإجراءات التي تساعدنا على جمع البيانات والمعلومات في عدة أزمنة من خلال سياقات بلدان مختلفة. وبالتالي فإن هذه الوسيلة هي مصدر التي يمكن أن نقسمها إلى ثلاث مكونات تساعدنا أن نفهم ما الذي يمكن أن نصل إليه من خلال البيانات الجالية.
الجالية، ما هي الخطوات التي علينا أن نتبعها لكي نبلغ أهدافنا هذه، وما هي الوسائل التي يمكن أن نستعملها لكي تساعدنا على أن نضع مقاربة منتظمة ومنتظمة ومستمرة لجمع البيانات؟ من بين المكونات الأساسية من هذه الوسيلة هو ما نسمي بالموجه أو دليل خطوة بخطوة، وهذه في مجال وضع هذه الخارطة، وذلك من أجل تكون لدينا نظرة من فوق لمختلف القرارات والذي يصوغ هذه الخارطة ويضعها. ما هي الخطوات التي يتتبعها لكي يضع خارطة كاملة ومتكاملة؟ لعل المكون الأول فإنه ينصح المستعملين هو طريقة وضع مفاهيم لهذه الجاليات، وذلك من خلال اتخاذ القرارات المتعلقة بالأهداف التي يمكن أن نبلغها من خلال وضع خارطة الجاليات. من يمكن الذين يمكن أن ندرسهم، وما هو البعد الزمني الذي يمكن أن نقوم به؟ أما المكون الثاني لهذا الدليل فهو مرتبط بالقرارات التي يمكن أن نتخذها حول طريقة جمع هذه البيانات، فالمسألة المتعلقة بالمنهجية والتي نتبناها في الدراسات لكي نحدد ما هي المنهجية والنهج الذي يعتبر مهم لكي نجمع البيانات المتعلقة بالجالية بنظر طبيعتها وما نعرف عنها في الماضي، وما هي العلاقة الثقة التي يتوفرون عليها مع من يضع وينفذ خارطة هذه الأخيرة. وكذلك هذا الدليل يشجع المستعملين لكي يحددوا ما هي القرارات التي يتخذونها فيما يتعلق بمن يدرسها، ما هي الاختصاصات، ما هي المهارات من حيث الوصول للمجتمعات والتواصل معها وتعبئتها، وكيف يمكن أن يكون هناك ذلك التناسق والإبقاء عليه بين مختلف مكونات هذه الخريطة من حيث الأهداف والوسائل وما إلى ذلك. أما المكون الأخير بالنسبة لهذا الدليل فإنه يشجع المستعملين لكي يروا كيف يمكنهم أن يحللوا النتائج، ما هي الوسائل الكفيلة بالقيام بذلك، وكيف يمكن أن يبلغوا تلك المعلومات التي يولدونها يبلغوها لمختلف المستفيدين والمتدخلين في مجال وضع خارطة للجالية. المكون الثاني بالنسبة لهذا الدليل فإنه يحاول أن يعطي وسيلة ملموسة من حيث المؤشرات ومن حيث الأسئلة التي يمكن أن نستعملها لوضع خريطة الجاليات لكي نجمع بيانات يمكن أن نستعملها في مجالات أخرى وفي أماكن أخرى وفي أوقات أخرى. هناك قسمان مرتبطان بهذه المؤشرات، وهذا ما نسميه بالنموذج الأساسي وكذلك النماذج الخاصة ذات الهدف المحددة. يجب دائما، ما هي الأسئلة التي يمكن المسألة على الجاليات لكي تكون خارطة الجاليات هذه ذات معنى؟ كيف تنظر الجالية لنفسها؟ كيف تحدد نفسها؟ أما المكون الثاني فهو مرتبط بالنماذج الخاصة المتعلقة بالهدف، فهي تقدم بعض المؤشرات والأسئلة المتعلقة بمختلف أشكال رأسمال الجالية. أما الهدف الأول فهو متعلق بالرأسمال المالي، وهو يقدم الأسئلة المتعلقة مثلا بالتحويلات والمساهمات وكذلك المشاريع المتعددة الجنسيات. أما الأمر المكون الثاني فهو متعلق برأسمال إنساني، المعرفة والتعليم والمهارات المتوفرة للجاليات وإمكانية الاستثمار في مبادرات التطوير والتنمية في بلد معين. أما المكون الثالث فهي مسألات المتعلقة بالحس بالانتماء لمختلف المجتمعات ومختلف الأمكنة. ثم الهدف الخاص الأخير فهو متعلق بتقديم بعض المؤشرات وبعض الأسئلة المتعلقة بالرأسمال الاجتماعي وكذلك الشبكات التي يمكن للجاليات أن تكونها وتبقي عليها. أما المؤشرات والأسئلة فإنها تعطي بعض البدائل للمستعملين، حيث أنهم يمكن أن يفهموا كيف يمكن أن يجمعوا البيانات باستعمال مناهج أو
منهجيات إما نوعية أو كمية، وكذلك يمكن أن تعطي أيضا بعض التوجيهات من خلال الدراسات والاستقصائية والمحاورات، وكذلك استعمال بعض البيانات السابقة الثانوية التي يمكن أن تكون في إطار بيانات البيانات أو بيانات الكبرى أو البيانات الإحصائية التي يمكن أن تساعد في هذا الإطار. وفي إطار وضع هذه الآلية فإننا استطعنا أن نحاور العديد من الفاعلين الذين قاموا بوضع الخريطة هذه وبإنجازها. فكان ومن بين الخبراء الذين لديهم تجربة 20 سنة في هذا المجال قال على أن الجالية فإنها نوعا ما تعبت من أن تكون ما نتحدث عنه، بل تريد أن نتحدث معها، وبالتالي فإن هذه البيانات تعطينا نوع من التفاعل والتعاون مع الجاليات كمن يعملون في زرع هذه الجالية. فإننا يجب أن نفكر كيف يمكننا أن نزرع تلك المحيط، تلك البيئة التي يمكن للجالية أن تتطور، وذلك يبدأ بمعطيات وبيانات مسؤولة. وشكرا على انتباهكم، وأنا أتطلع لكي أستكمل معكم تبادل المعلومات فيما يتعلق بهذه البيانات بطبيعة الحال. وشكرا ميكيلا، فإنني أحببت هذا المجاز المرتبط بالبستنة وبالزراعة، فحتى بالنسبة للزهرة التي اخترتها كصورة لهذه القمة، ليس نحن ولكن هذه صورة لإشراكي واشتراكي الجالية، وهذه المسألة تنقل مدى تعقد العمل، ولأن الجاليات هي موجودة في كافة العالم، مختلفون لديهم صفات وسمات مختلفة من هنا وهناك، وبالتالي فكيف قد أجبتنا مسألة طريقة هيكلة جمع البيانات، وهذه المسألة كانت مهمة جدا. شكرا لأنك أنت الأولى التي قدمت لنا هذه علبة الأدوات هذه التي حدثتنا عنها، وربما قد يجد الجميع إمكانية أن يرى الرابط في علبة الدردشة، فهي متعددة الصفحات، ولكن فنتمنى أنها تعطينا نوعا ما جمع فرصة ودعوة لكي نجمع المعلومات بناء على مختلف التجارب في هذا الإطار والتي نود الاستفادة منها. عندما تحدثتي في آخر جملة فإن الجالية لا تريد نودنا نتحدث عنها ولكن نتحدث معها، هكذا فإن متحدنا تالي فهو ممثل يمثل الأشخاص الذين كانوا في من بين جاليات المهاجرين، فهو عاد إلى أرمينيا وعاد وحاول أن يقوم بهذا الإشراك المجتمع، وذلك من خلال مؤسسة ريبات في أرمينيا. وبالتالي فما هو مهم هنا بالنسبة لنا هو أن نقوم بالعمل الذي يعطينا معلومات مناسبة وملموسة في هذا الإطار. شكرا جزيلا على دعوتي. أنا في الواقع هنا بصفة ثلاثية، لأن كنت محامياً وكنت خارج البلاد لفترة طويلة، كنت أعمل على تطوير شبكات الجاليات في الخارج، ثم عدت وانضممت إلى وزارة المغتربين في أرمينيا، وفي السنوات العشر الأخيرة كنت أعمل كرئيس ومؤسس منظمة تركز بشكل أساسي على إذن إعادة أو عودة المغتربين الأرمن. الصورة التي ترونها هي ليست من أرمينيا إنما من البندقية، حيث أن أرمينيا لها جالية قوية هنا. وعندما نشر الكتاب الأرمني الأول منذ أكثر من
أو منذ مئات الأعوام. فكما ذكر نيكولاس، نحن من أكثر الجاليات النشطة، لأننا منذ سنوات وقرون إذا شاهدنا جاليات مختلفة، من جاليات الأعمال إلى جاليات الهجرة القطرية إلى جاليات إلى ما هنالك، وبالتالي نحن لدينا جاليات مغتربين ناشطة جدا. وطبعا فيما يتعلق بالبيانات والتواصل مع الجاليات، لدينا حوالي 7 ملايين نسمة تعيش في حوالي 20 دولة. لدينا مجتمعات أو جاليات جديدة وقديمة من حيث التنوع الديني. معظم هؤلاء أيضا ينتمون إلى ديانات أو طوائف مختلفة، طوائف مسيحية وغيره. لدينا أحزاب تقليدية للمغتربين، ومنها إذا وزير للمغتربين في أرمينيا. فبالنسبة إلى العديد من المغتربين والجاليات، هذا أمر أساسي، حيث أن العديد من المتحدثين بالإسبانية والبرتغالية والروسية والفرنسية العربية متوافرون، وهؤلاء لا يمكن أن يتواصلوا فيما بينهم بواسطة هذه اللغات المختلفة. فعملنا إذن على توحيد التواصل. لدينا أكثر من 30,000 منظمة عضو في، لدينا أكثر من 1,000 مدرسة، 200 كنيسة، 200 وسيلة إعلامية. والجاليات تصبح أكثر إذن لا مركزية بطبيعتها، ولدينا مشاركة بنسبة حوالي 30% من الجاليات المغتربين. وهذه الجاليات بطبيعتها تزداد تعقيدا. فلدينا أشخاص الآن لديهم 3 أو 4 هويات، وهذا هو الواقع الجديد. ولسوء الحظ ما زال هنالك عدد كبير من الأرمن في الجاليات الذين لم يزوروا أرمينيا يوما. بالحديث عن عودة المهاجرين أو المغتربين، نحن نسبيا منظمة أو مؤسسة صغيرة نسبيا. لدينا 5 موظفين، لدينا 300,000 دولار كميزانية سنوية، ولكننا استطعنا أن نتواصل بقوة مع الجاليات في الخارج. لدينا 12,000 أرمني استطعنا أن نعيدهم إلى البلاد. لدينا أكثر من 150 طلب طلب الدعم في إعادة الاندماج في البلاد والعودة إلى البلاد. وإذا لدينا حوالي 385,000 زائر لموقعنا الإلكتروني. لدينا 300 مشارك في المنتديات التي عقدناها في الخارج عام 2017. لدينا 630,000 شخص اطلعوا على محتوانا على الإنترنت، 50,000 مكتتب على وسائل التواصل الاجتماعي. في الصورة ترون إحدى المنتديات التي عقدت في بوسطن، وأيضا فريقنا مع برنامج الدعم الخاص. بالنسبة إلى إشراك الجاليات، جاليات المغتربين، لما نحن نحتاج إلى المعلومات والبيانات؟ لأن الأمر لا يتعلق بالأرقام بل بالأشخاص، وعلينا دائما أن نتذكر ذلك. فإذا ما طلعنا على انخراط الجاليات أو مشاركتهم، هناك 3 مستويات. المستوى الأول هو متدني من خلال الأعمال الخيرية والحوالات والسياحة، تأثير هؤلاء منخفض. وهذه الأنواع من الانخراط تشهدها كل الدول لديها جاليات من المغتربين. المستوى الثاني للانخراط هو المشاركة الاجتماعية وفي المبادرات الأعمال وفي الابتكار ونقل المهارات والتحديث. إذن هنا أيضا لدينا مستوى متوسط من انخراط الجاليات. والمستوى الأعلى والأصعب والذي يطرح أكبر التحديات هو استخدام الجاليات، تتعاون مع الجاليات الأخرى لممارسة الضغط وتكون مجموعة ضغط أو لوبي على الصعيد الدولي، واشتراك الجاليات في تطوير المؤسسات وأيضا في تنظيم عودة الأشخاص جسديا إلى البلاد. إذن كل هذه العناصر يجب تطويرها من قبل الدولة، ولكن ليس فقط من قبل الدولة. وهذا أمر مهم وهو أسمعه دائما، ألا وهو غياب الثقة.
فالثقة عنصر أساسي للعلاقة بين الجاليات والدولة أو الحكومة، ومن السهل فقدان هذه الثقة، ولكن يصعب جدا بناء وإعادة بناء الثقة. ولكن يجب أن نراعي منظور الجاليات، جاليات المغتربين للدولة وعدم الثقة تجاه الحكومة أو الدولة. ويجب أن إذا نلفت انتباه الحكومات السياسية والاقتصادية وغيرها إلى أهمية الجاليات. ومن المهم موائمة أولويات الحكومة مع أولويات المغتربين والجاليات، ومن المهم وضع إطار مؤسسي للمؤسسات الخاصة والعامة وأن تكون مراعية للجاليات، وأيضا وضع برنامج تواصل خارجي فعال. فكدولة وكأمة التواصل مع الجاليات هو أكثر صعوبة وتعقيدا من مجرد النشاطات التواصل التقليدية، وبالتالي نبدأ بالتواصل الخارجي، ثانيا جمع البيانات، ثالثا التواصل. فمن دون جمع البيانات، أو بالأحرى من دون تواصل جمع البيانات، والبيانات تصبح خالية، وإن لم تتواصلوا مع الأشخاص وتقولوا لهم لما نحن بحاجة إلى البيانات لن يعطوكم البيانات. رابعا الانخراط، يجب أن يكون هنالك انخراط أو مشاركة في العملية ليس فقط في جمع البيانات. وخامسا تقييم الأثر لكي يشعر أشخاص إضافيون بأنهم محفزين لمشاركة بياناتهم مع الحكومة. حاولت أن أحلل الإطار المؤسسي لأنه من المهم أن نرى أيضا ما هي الطريقة الأكثر فعالية التي تتيح لمجتمعات الجاليات بأن تعمل في سياق التنظيمات الحكومية واللوائح الحكومية. هنا لدينا 5 إذن مجالات تم تحديدها بحسب الأثر، الاستدامة، التكيف مع الواقع الجديد، المستوى المهني للموظفين، مناصرة الجاليات، التواصل مع الجاليات، القدرة على جمع البيانات ومعالجتها، والقدرة على إشراك الجاليات بفعالية، وأخيراً عمل الثقة. إذن يمكنكم أن تروا وفقاً للتحليل أن كل هذه المؤسسات لديها حسنات ولديها سيئات، نقاط قوة ونقاط ضعف. هذا لا يعني أن مؤسسة واحدة يجب أن تكون لها الأولوية، إذن أو قطاع واحد من المؤسسات، مؤسسات العامة أو الخاصة إلى ما هنالك، وإنما يجب أن يكون هناك تراوض بين كل المؤسسات. فإن كانت المؤسسات العامة ليست قوية فيما يتعلق بمثلا نسبة احتراف فريق عملها، يجب أن تنظر في ذلك وتطور الشراكات. إذا ما أردتم أن يكون هناك تواصل خارجي أفضل، يجب أن يكون هناك تعاون بين المؤسسات العامة والخاصة إلى ما هنالك. إذن في هذه الصورة أخيرا ترون أرمينيا، هذه العاصمة يرفان وجبل أرارات، وأيضا هو رمز للجاليات الأرمانية. بعد التوصيات العامة التي قد تكون ربما عامة جدا بطبيعتها ولكنها مهمة، العلاقات بين الدولة والجاليات هي يجب أن تكون بالاتجاهين. إذا ما أردنا أن نطور برنامجا فعالا وجميلا، وهذا أمر مطور وموجود، ولكن ما تحتاجون إليه هو إشراك الجاليات بأسرع وقت ممكن. ثانيا ذكر أولويات الدولة، عفوا يجب أن تتماشى مع أولويات الجاليات. ثالثا بناء الثقة والذكاء العاطفي والاستماع، وهذا أمر بالغ الأهمية، وأيضا مهارات التعاطف. ومن الأسباب التي دفعتنا إلى النجاح هو أن 4 من أصل 5 من موظفينا عندما قمنا بالتواصل مع المهاجرين الجاليات المهاجرين استطعنا أن نبني الثقة بسرعة، لأننا استطعنا أن نوفر التواصل باللغة للبلد بلد الوصول التي تتواجد فيه الجاليات. إذن علينا أن نشرك الجاليات ومؤسسات الجاليات في تطوير السياسات وصنع القرار. كدولة عليكم أن تفهموا ما الذي أنتم مستعدون لتقديمه ليكون هنالك إشراك أكثر فعالية للجاليات، وعليكم أن تستثمروا أيضا من جهتكم لكي
تشارك الجاليات بشكل فعال. وما هو فريد، وهذا أمر أظن أننا فهمناه قبل بضع سنوات عندما قابلت 50 ممثلا من عدد كبير من الجاليات، وهو أن 80% من التحديات والمشاكل التي نواجهها نحن، 20% من الحياة تكون مختلفة، ولكن 80% تكون أوجه شبه فيما بيننا، وهنا الكثير مما نستطيع أن نتعلمه من بعضنا البعض، وتحتاجون أيضا إلى تحدي أنفسكم والتفكير بطريقة مبتكرة وجديدة، أن كنتم مؤسسة عامة أو مؤسسة خاصة أو جاليات المغتربين. وأخيرا وهو مهم جدا لهذه العلاقة وخاصة للدول لديها جاليات جديدة ناشئة، أن تفكروا اليوم بإشراك المهاجر إلى أن يصبح ناجحا. شكرا جزيلا لإعطائي هذه الفرصة ومساعدة إجابة على الأسئلة. شكرا على هذه الرؤية المتميزة والشاملة والنابعة عن تجربة واسعة من خلال وضع الاستراتيجيات، وقد أعجبني كثيرا كونكم استعملتم البيانات وأشرتم إليها، وعندما تحدثتم عن هذه البيانات فإن الأمر قد يعني أمور مختلفة، عندما تحدثت عن عدد المنظمات، عدد المدارس، هذه أيضا مؤشرات تحدثنا عنها أيضا وأشرنا إليها أيضا. لماذا؟ لأن الموضوع هو معقد بشكل كبير لدرجة أن نوع البيانات وطريقة جمعها يختلف، وذلك حسب الهدف المنشود. ولقد أعجبتني أيضا رسالتك أنه يجب أن نكون ملموسين، وعلينا أن نشرك وأن نعمل مع الجالية وأن نلاحظ على أن هناك لحظات محددة حيث يعتبر مهم أن نشاركها في الجيل الأول والجيل الأول والثاني. لماذا؟ لأن الجيل الثالث نحن لا نتحدث عنه، لأنهم أصبحوا مندمجين في المجتمعات إلى درجة أن نوعا ما هذه العلاقة مع بلدهم الأصلي قد يصبح نوعا ما ضعيفة. لدي بعض الأسئلة فقط من علبة الدرج. شكرا على أولئك الذين فإن الجلسة الثانية يبدأ أن تبدأان في بضع دقائق، سنقوم بقصارى جهدنا لكي نتأكد من أننا نتعامل مع الأسئلة التي تم وضعها في الدردشة، في علبة الدردشة. وبالتالي فإنني أود منك أن تجيبي على هذه الأسئلة، و خاصة ما يتعلق بالسؤال الذي طرحته ألفينا، ما الذي نعنيه بمسألة التعاون مع اللاجئة؟ هذه كلمة، ولكن ما هي مثلا التعاون مع co-creation أو الإبداع أو الخلق المشترك مع الجالية؟ حسنا، من المهم جدا أن تكون هناك مبادرة تتم من طرف الجالية والدولة، فإن للدولة مثلا برنامجها هو أن تشجع البرامج الخاصة التي تم وضعها من القطاع الخاص، وأن نعطي مثلا لمنظمات القطاع الخاص للجالية أن تستعمل إمكانية وصول وتغطية العموم لكي يكون هناك تأثير واسع للهجرة، وقد يكون ذلك من خلال وضع برامج مشتركة وتلك التي يتم تمويلها من طرف الدولة ومؤسسات الجاليات، وذلك من خلال الرفع من عدد المشاركين، وكذلك قدرة مؤسسات الجالية لكي تطور وتوسع من برامجها. قد أتوقف هنا بسبب الوقت. شكرا جزيلا. وإذا كانت لدينا مبادرة مثلا التي تعتبر مثلا نحن في في عوضا قد مكتبنا، فإننا نخرج لكي نشارك بشكل واسع ونفكر بشكل ضيق، ولكن فإن الحكومات والمؤسسات الثابتة ربما قد لا تريد أن تتغير، والتي لديها استمرارية من ناحية المالية يمكن أن تتغير، ويجب أن يكون هناك نوع من الحوار بين هذه المؤسسات.
طبعاً شكراً جزيلاً. لود هنا أن أستعمل الفضاء التفاعلي في الدقائق البقية لكي السيدة من نيجيريا، لدينا بعض الأسئلة. السيدة نوتام بابكا، وهل تريدين التحدث؟ ربما تشعلي مايكروفونك وأن تشعلي الكاميرا ثم تقدم السؤال. لدي فقط التعليق هنا، أود فقط أن أشير إلى ما قاله المتحدث فيما يتعلق بأهمية البيانات الذي يعتبر نوعاً ما اللوحة بالنسبة لما تقوم به الحكومة، فإن قد استطعنا أن نحدد حوالي 17 مليون من المهاجرين أو اللاجئين، الأمر الذي أثر في السياسات ذات الصلة و مثلا سياسة البنك المركزي، حيث أنه يتم تحويل الأموال بالعملة التي تبعث فيها، ونحن نقوم بعقد قمة الاستثمار للجالية كل سنة، ولدينا أيضا صندوق ائتماني في هذا الإطار، وذلك بفضل هذه البيانات التي استطعنا أن نجمعها. وليس لدينا الكثير من الوقت، ولكن حتى بالنسبة لسياسة الهجرة تم وضعها بناء على عدة الاحتياجات من أجل المزيد من الالتزام. إذن كانت هذه مساهمتي الصغيرة هنا اليوم، فهذه مساهمة مهمة جدا، وبالتالي فإن لقد وضعنا برنامجا غنيا بالنسبة للقمة، وهذا يومنا الأول، ولكن نتمنى يكون لدينا المزيد من الوقت، لأن هذا الموضوع يحتاج يوما كاملا للنقاش، ونحاول أن نوعا ما أن نطلع على تجارب هذه الحكومات وهذه الوسيلة التي هيأناها بالنسبة لهذه القمة، وقد أطلقنا مثلا تجربة بالنسبة لكل بلد، وذلك يعتبر مهما للغاية، ولقد حملتم هذا الأمر على محمل الجد في بلدكم. عدد هؤلاء، ما هي البلدان التي يمكن أن نشركها؟ وإنني الآن أود أن أنهي، لدي دقيقتين، ولكن لدي لائحة من الأسئلة، وأود فقط أن أعطيكم نوعا ما، أن أعطي أو أقدم أو أن أهتم بهذه الأسئلة. فبعض الأسئلة التي يطلب منا أن نكون دقيقين فيما يتعلق برأسمال البشري، وكيف يمكننا أن ننظر لجمع البيانات. فإنني أشجعكم على الاطلاع على حزمة الأدوات والآليات التي وضعناها والتولكيت، حيث أن هناك المفاهيم العامة وكذلك الأمور الدقيقة التي تساعد في هذا الإطار. دور الأبحاث، كيف يمكن للأبحاث الأكاديمية أن تساعد في استراتيجيات السياسية؟ ما هي الإمكانيات من أجل التعاون بين مع الحكومات باستعمال البيانات؟ والسؤال من أكاليا، كنت أود أن أطرح السؤال على الجميع، ولكن أعتقد على أنني لم أكن ميسرة جيدة مع كامل الأسف. وبالنسبة للشفافات، نعم يمكنكم الاطلاع عليها، يمكنكم أن تطلعوا على التسجيلات، سنقدم لكم ذلك لكي تستمعوا لكافة المحتويات التي وضعناها معا، وكذلك طبعاً المؤتمر على الانترنت، وذلك من أجل تعزيز والترويج لحزمة الأدوات هذه والآليات. إذن كان هذا كل ما استطعنا أن نقوم به، لأن علينا أن ننهي في الوقت المناسب. وأود أن أشكر أيضا نيكولاس من حكومة أرمينيا ومن مونتينيغرو والجبل الأسود وكل من التحقوا بنا اليوم، وأود أن أرحب بكم في الجلسة التي تبدأ الآن. فهناك جلسة في جلسة رقم 3، وكذلك المتعلقة برأسمال ثقافي ورأسمال اجتماعي. أود أن أشكركم جميعا، لقد أعطيناكم
إمكان لم أعطيكم الفرصة لكي تقدموا الكلمات الختامية، وكذلك أود أن أشكر المترجمين أيضا. نتمنى أن نكون سريعين وأن استطعتم الأعمال معنا، ونتمنى لكم نهاية أسبوع جيدة وبداية القمة، ونتطلع للالتقاء بكم اليوم وكذلك يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. ابقوا بصحة جيدة وابقوا على اتصال، وإلى اللقاء. شكرا جزيلا للجميع، شكرا جزيلا.